الحكومة اليوم تتوقع بنسبة نمو ديال 4.6% برسم قانون مالية 2025، وهي يعني لاحظت بأنها يعني ركزت على واحد المجموعة ديال الفرضيات. هناك فرضيات اللي مرتبطة بسعر البترول في السوق العالمية، كذلك نمو ديال واحد المجموعة ديال القطاعات اقتصادية. كان من بين يعني التوقعات أيضا يعني بكل ما يرتبط بالمجال الفلاحي. المجال الفلاحي فيه واحد جوج النقاط. النقطة الأولى تنهضروا على بأنه تكون عندنا قيمة مضافة ديال 11%. المسألة الثانية هو أنه تنهضروا على يعني هاد إضافة إلى قيمة مضافة ديال 11%، فهي بناتها على أنه يكون عندنا معدل محصول سنوي متوسط ديال 70 مليون قنطار. آخر يعني لاحظنا في الدورية الأخيرة اللي كانت ديال بنك المغرب، تكلمت بأنه اليوم المفهوم الجاهلي ديال المحصول المتوسط في المغرب، نظرا لأنه عندنا مشكل ديال اليوم التقلبات المناخية، عندنا مشكل ديال الجفاف، أننا اليوم تنهضروا بأنه المعدل المتوسط ولا هو 55 مليون قنطار. السنوات الأخيرة لاحظنا بأنه حتى المحاصيل ديال الحبوب عندنا في المغرب يعني في حدود تقريبا واحد 34 مليون قنطار. فيعني اليوم علاش يعني تأسست هذه الفرضية ديال 4.6%؟ أظن بأنه هي عندها طابع سياسي أكثر من اقتصادي، لأنه اليوم تنهضروا على هذه النسبة. لن أقول بأنه لا يمكن أنها تحقق، ولكن خاص يعني واحد مجموعة ديال الظروف اللي هي مرتبطة بالمجال الفلاحي بشكل كبير أنها يكون عندها يعني التأثير الإيجابي. لكن عندنا محصول زراعي متميز ممكن أننا نوصله لهذه النسبة، ولكن لكن عندنا محصول زراعي اللي هو أقل من المتوسط، فأظن بأنه من الصعب أننا نحصل على هذا الرقم ديال 4.6%. تبقى التأكيد على واحد مسألة أخرى اللي هي جد مهمة أيضا، وأننا لاحظنا ماشي غير في هذه الحكومة ولكن مجموعة من الحكومات متعاقبة، بأنه عندنا إشكال باش نحددوا واحد معدل النمو ونكونوا تنحترموا. دائما تتكون عندنا التوقعات اللي هي أكبر من الحقيقة، وهذا دائما نتربطه بأنه يعني معدلات النمو في المغرب تتبنى على ما هو سياسي محض أكثر منه اقتصادي. تنتمنى بأنه يعني حكومة أنها تأخذ بعين الاعتبار قبل ما تنزل هذه يتم تنزيل ديال مشروع قانون المالية إعادة النظر في هذا المعدل، لأنه في اعتقادي الشخصي بأننا بهذه الظروف اللي تنعيشوها على المستوى ديال المناخ على المستوى الفلاحي، فمن الصعب نجزمو أننا نحقو هذا المعدل ديال 4.6%. ما يمكنش غير واحد الملاحظة، اليوم حنا ما عندناش تساقطات ديال الأمطار، ما عندناش منتظمة ولا متبقاش تخضع للمنطق اللي كانت تخضع عليه من قبل، لان قبل كنا تنعيشوا واحد 4 ديال الفصول، اليوم ولينا تنعيشوا شي 2 ديال الفصول. اليوم هذا المشكل الاول، كاين عندنا ما كاينش عندنا ديال انتظام في التساقطات على حسب الموسم، هذا مشكل هو اللي تنعانيوه بشكل كبير. كتلقى انه التساقطات ممكن انها توصل لواحد المستويات اللي هي كبيره في شهر شتنبير وشهر اكتوبر، وممكن انه غادي يوقع لينا من بعد، يعني لا قدر الله لا اتمنى هذا، انه يقدر يكون عندنا الشح لمده واحد المجموعه ديال الاشهر. اذا اليوم ما يمكنش لنا في هذه اللحظه اننا نبنيو التوقعات ديالنا واش الموسم الفلاحي غيكون مزيان او ما يكونش مزيان. اليوم من السابق لاوانه، خاصه اليوم هاد يعني مجموعه ديال الامطار اللي هي تتادي الفيضان، فهي تؤدي حتى الخسائر. راه مجموعه ديال هاد ما تعرضوا له اليوم يعني جنوب المغرب الشرقي، لاحظنا بشكل كبير بانه بالمجموعه ديال الزراعه تم الاتلاف ديالها بسبب هذه الامطار اللي طاحت بواحد الشكل اللي هو كبير. اذا اليوم صعيب اننا نجزموا بانه موسم الفلاحي غيكون، تنتمناو صادقين انه يكون حسن، ولكن بهذا الشكل اليوم بهذه التقلبات المناخيه اللي حنا ماشي مسؤولين عليها، غير باش نشير راه ماشي هذا المشكل اللي تنعيشوه حنا على المستوى العالمي، التقلبات المناخيه راه مسؤول عليها الحكومه او مسؤول عليها الاشخاص، هي منظومه اللي تفرضات علينا، وبالتالي اليوم هذه الفيضانات هذه المشاكل اللي تنعيشوها من الصعب اننا نقولوا راه يكون موسم فلاحي او غير متميز او غير متميز. نتمنوا من الله انه يكون متميز، ولكن تنظن
خاص تكون عندنا واحد مجموعه ديال الاحترازات، واحد مجموعه ديال يعني الحيطه والحذر من خلال المواطنين، انهم يحاولوا انهم ما تكونش عندنا اضرار ماديه وبشريه كبيره باش نتجنبوا هاد الخسائر اللي اليوم تنعيشوها في طاطا وعشناها في ورزازات واحد المجموعه ديال المناطق. ولكن كاين مساله اللي هي ايجابيه اليوم اللي غنسجلوها، هاد الفيضانات بعدا بالاثر ديالها السلبي، ورحم الله شهداء الوطن اللي ما تشوف هاد الفيضانات، ولكن راه حقينا ديال السدود الحمد لله ارتفعت تشهد يوم بعد يوم ارتفاع. كنا تنهضروا على واحد تقريبا هذه واحد شهر ونص على 23% ديال ملء السدود، اليوم تقريبا وصلنا ل 28% بدون اخذ بعين الاعتبار التساقطات اللي كانت عندنا في هذه اليومين. اذا اليوم بعدا كاين مساله ايجابيه، وانه عندنا الماء هو غادي يكون واجد عندنا، هذا جد ايجابي. غتكون عندنا بعدا غير واحد استراتيجيه باش ندبر الامور ديال يعني ما غادي نعطيه للناس من خلال يعني واحد المجموعه ديال الماء الصالح للشرب. اضافه الى هذا ما خصنا ما ننساوش بانه في المجال الفلاحي كاين مجهودات كبيره دابا تدار، هذه خصنا نتمنوها للدولة، وأنه عندنا استراتيجية خارطة الطريق المائية 2020-2027 النتائج ديالها والإيجابيات ديالها غتبان لنا من هنا، يعني في أفق 2027 غنلاحظوها بشكل كبير وكبير جدا. مجهودات في تحلية مياه البحر، في إعادة استعمال المياه العادمة، بناء السدود، طريق السيار المائي، هادو مجهودات، ولكن خصنا شوية ديال الوقت أولا، وخص المسألة الثانية وأنه تسريع بإنجاز واحد المجموعة ديال المشاريع اللي غتخلي أنه يعني المجال الفلاحي يكون عندنا ضمان ديال الأمن الغذائي، ضمان ديال الماء الشرب للساكنة، وبالتالي هاد العمليات يعني إلا كانت عندنا واحد الدينامية في هذا المجال غتخلي حتى التضخم الفلاحي ينقص، لأنه اليوم اللي عندنا تأرق البال ديالنا وأنه تضخم اللي عندنا هو تضخم فلاحي، وهذا اللي تنتلقاه اليوم تنشوفوا شحال ديال المنتوجات الفلاحيه اللي الاسعار ديالها ارتفعت بشكل كبير. لا تنسوا الاشتراك في قناه الايام 24 وتفعيل خاصيه الجرس ليصلكم كل جديد.